السلام عليكم. اليوم نروح نستعرض إنتاج تاع الفواكه في القارة الإفريقية، إذن وكذلك أؤكد وللعلم أن كل هذه المعلومات هي المصدر تاعها هو Food and Agriculture Organization، يعني المنظمة العالمية للتغذية FAO. إذن هذه هي المصدر تاع هذه التقارير التابعة للأمم المتحدة، وسوف نأخذ كمثال ثلاث أنواع من الفواكه، وهي فاكهة القارص اللي هو الليمون، وفاكهة الخوخ the peach، وكذلك فاكهة اللانجاس أو البعويدة the pears. إذن نبدأ نشوف الفاكهة الأولى ونشوف هنا نروح نشوف الترتيب هنا تاع الانتاج تاع الدول افريقيا في هذا النوع من الفاكهة، ونشوف ان الجزائر تنتج 84 طن من فاكهة القارص. اذا نشوف انه دائما وابدا نقارن مع الدولة الجارة. المقارنة هي في الحقيقة لما ما تعطينا حتى فايدة المقارنة مع دويلة أصغر منا، لكن هذا نريد أن نعطي لها جواب الأبواق، خاصة الأبواق المخزنية وهذا الذباب الإلكتروني، باش يفهموا باللي راهم غير يغيطوا مع الجزائر. اذا في مادة فاكهة القارص، الجزائر عندها انتاج عندها 84,000 طن نتاع انتاج القارص، وتأتي في المرتبة الرابعة، ونشوف مملكة 12 قرن عندها 41,000، يعني النصف. اذا الجزائر تنتج ضعف القارص بالنسبة لمملكة موروكو. الآن نروحوا لفاكهة الخوخ. الخوخ نشوف أن الجزائر تنتج 186,000 طن سنويا من الخوخ، وتأتي في المرتبة الثانية بعد مصر، ونشوف أن الموروكو 168. إذا دائما الجزائر تتفوق على هذه الدويلة في إنتاج الخوخ. نزيد نروح للفاكهة الثالثة اللي هي فاكهة لانجاس أو البعويدة، ونشوف أنه إنتاج تاع الجزائر هو 149,000 طن سنويا، يأتي في المرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا، ونشوف أنه الإنتاج تاع دويلة المروك هو 46، يعني الجزائر تنتج أكثر من 100,000 طن زيادة، يعني بالنسبة لمملكة المغرب الأقصى. إذن هذه هي الفرق الشاسع في الإنتاج الفلاحي أو في الإنتاج الزراعي اللي كاين ما بين هذه الدولتين. ونشوف انه خذينا هذه ثلث فواكه، وان شاء الله في فيديوهات اخرى سوف نتطرق الى مواد فلاحيه اخرى، ودائما وابدا نديروا المقارنه ما بين يعني الجزائر وهذه الدويله التي كل خطره تتهجم علينا و بنشر أكاذيب خاطئة. الآن نشوف أنه العالم الجزائري دائما فوق العالم المغربي، إذا هذا هو حقيقة الفلاحة في الجزائر، وإن شاء الله مزيد من الرقي والتنمية لتحقيق هدف الأمن الغذائي. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.